مرحبا فيكم مشاهدي الكرام في برنامجكم أجندة ثقافية، اللي من خلال هذا البرنامج نسلط الضوء على كل ما هو ثقافي سواء من أنشطة أو لقاءات والعديد من الأمور الثقافية. فأهلا وسهلا فيكم. السلام عليكم، معكم رئيسة شعبة النساء والنش سارة المحمد في مسجد الدولة الكبير. نشاطنا اليوم للمرحلة الابتدائية، عازمين المراكز، مركز القارئ الصغير والأترجة وفاطمة الدخيل. هذه المراكز شاركتنا اليوم في نشاطنا المكون من أول شيء بدينا صلاة جماعة حق الأطفال، بعدين نزلنا عندنا ورش وعندنا أركان وعندنا رسم على الوجوه وركن الحزاية والقصة. عندنا ورش متعددة عبارة عن الرسم على الصخور، يرسمون أعلام الكويت، وعندنا على الكب كيك، عندنا ركن الحزاية هي قصص تراثية شعبية قديمة، والرسم على الويوه راح نرسم لهم الأعلام وكذي. الجهات المشاركة ويانا هي مراكز في وزارة الأوقاف اللي دوامهم عصر. هذه المراكز تهتم بهذه الفئة اللي هم المرحلة الابتدائية، يحفظونهم قرآن، مثل مركز أترجة السلام والقارئ الصغير، وعندنا فاطمة الدخيل. الهدف من إقامة هذه الأنشطة، احنا عندنا في المسجد الكبير رؤية أن يكون المسجد الكبير مركز عالمي إسلامي ثقافي، نحبب الناس في الدين وبنفس الوقت الثقافة الإسلامية، فدائما تكون أنشطتنا لها علاقة في المسجد وكذلك بالوطن وبالأشياء الثقافية التعليمية الموجودة، خصوصا أن الحين احنا الكويت عاصمة الثقافة، فأنشطتنا كلها راح تكون إن شاء الله ثقافية عندنا في المسجد. السلام عليكم، أنا اسمي دانا تركي من مركز السلام، واليوم نقول لكم شنو قاعد نسوي بمسجد الكبير. اليوم قاعد نسوي كاب كيك، شلون نرسم، ونشاطنا اليوم عن وطني حبيبي، وأقول لكم إن تيون هني وراح تستانسون وايد. Thank you.
اللي وراي هذا ركن الحزاية، سميناه ركن الحزاية لأن الحزاية كلمة تراثية شعبية بالكويت معناها القصة. فراح يكون إن شاء الله تجمع الأطفال هني في النهاية على أساس أنه يسمعون القصة، وهي قصة تراثية شعبية تذكرهم ماضي الكويت وتعلمهم عنا وعن تراثنا، وفيها بعض الأسئلة الثقافية التشويقية وبعض الهدايا إن شاء الله للأطفال عشان يستمتعون ويانا. شكراً. بكذي مشاهدينا الكرام وصلنا معكم إلى ختام برنامج أجندة ثقافية، نلقاكم في حلقة جديدة، حتى ذلك الحين دمتم في أمان الله.